الرئاسة، بس المرشحين للرئاسة كلهم عليهم ملاحظات، مش شايف حد فيهم وطني حقيقي؟ انا مش عايز اقول كلهم، انا راجل محامي عشان ما حدش يمسك عليا حاجه، ايوه تمام. فانا بقول الاغلبيه العظمى كله بيعمل لمصلحته الشخصيه، كلها اشتياق وكلها على راي الفنان الكبير الاستاذ مصطفى حسين، كلهم عبد مشتاق، واخد بال حضرتك؟ يعني المساله بقى مصر اكبر من كده يا جماعه، مصر اكبر من كده بكتير، واخد بال. احنا بنمشي بالشارع يا استاذ معتز دلوقتي خايفين، والناس اللي عماله تتهكم على المجلس العسكري وتتهكم مش عارف ايه، والتطاول وقله الادب والكلام اللي بنسمعه ده، امال يعملوا معانا احنا ايه كجمهور كشعب؟ واخد بال حضرتك؟ احنا كائتلاف مالناش اختلاف مع اي حد، وكلنا مع مطالب الشعب المشروع، وكلنا مع القضاء على الفساد. طيب وبعدين مطالب الشعب المشروع يا استاذ محمود الوصول لحكم مدني، بقاء المشير طنطاوي. يا سيدي الفاضل، يا سيدي الفاضل، بس اسمعني بقى حضرتك يا معتز بيه، اسمعني. اتفضل. ايه حكم مدني يعني؟ احنا بنقلد وخلاص، احنا بنقلد الغرب. طب ما جورج بوش اللي احنا متعلقين ومتشبثين بامريكا، جورج بوش كان النائب في اول ولايه ليه كان كولين باول وزير الدفاع، في الفتره الثانيه كان ديك تشيني كان وزير الدفاع. ايه المشكله؟ ايه الكلام اللي احنا بنقوله؟ احنا عايزين راجل قوي. ولكن انت بتكلمني عن نواب، ولكن ابدا فكرني بوزير دفاع تولى الرئاسه الامريكيه عشان يمكن الذاكره تخني. نعم فضل. فكرني بوزير دفاع تولى الرئاسه الامريكيه عشان الذاكره تخني بس. لو بقول لحضرتك كان من المحتمل، من المحتمل انه كان ممكن يمسك حد عسكري، ايه المشكله يعني؟ يعني هو العسكري، لو احنا قلنا العسكري لا، يعني العسكري لو قلع بدلته واحنا ما بنقولش بندعمه، احنا بنقول بنرشحه. ايوه، واخد بال حضرتك؟ الفرق بين التدعيم والترشيح. خلي بالك احنا بنحترم الحوار جدا يا استاذ محمود، وبنحترم كلامك جدا حتى لو اختلفنا معاه. خلي بالك يا حبيبي، انا ما اقولش اي ده العنوان الرئيسي اللي محطوط تحته الحوار. ولكن انت شايف حكم العسكر اللي استمر من سنه 52 لسنه 2011 ذهب بمصر الى ما تستحقه؟ ايه ايه يعني ايه بس يا استاذ معتز؟ يعني ايه حكم العسكر؟ يعني ايه حكم العسكر؟ انا ببص، انا كمحمود عطيه كمواطن مصري ببص لواحد قياده يعرف يملى العين، يبص يعرف يمسك الدنيا ماشيه ازاي. ايوه، واخد بال حضرتك؟ في التسلسل القيادي في القوات المسلحه والكلام ده بيفرز ناس قادره على القياده. واحنا ممكن لو في قوانين ومفعلين القوانين وبنشغل القوانين وتبقى دوله سياده قانون، اي حد هيمسك المنصب هيشتغل بما يرضي الله، وخاصه اذا بقت في رقابه عليه. ايوه، لكن ايه المشكله دلوقتي؟ يعني انت حضرتك شايف، انا بسالك كسؤال، انا عارف ان انت ما ضد الفساد وضد الكلام ده واخد اتجاه معين، كويس جدا، ولو انك بتزود شويه في الحقيقه يعني، معلش اللي انا اقول لك. لا اقول زي، والله اقول وانتقد كيفما شئت. لا يا حبيبي انا ما انتقدش ولا حاجه، انا بس بقول لك رايي بس. ايوه، لكن الكلام ده ليه حدود، الكلام ده ليه حدود بقى. نفوق البلد بتضيع يا اخوانا، انت لو حضرتك بتنزل في وسط البلد وتنزل في المناطق العشوائيه، المساله ما فيهاش امان يا معتز بيه. طب ومين اللي طول الفتره الانتقاليه يا استاذ محمود؟ نعم فندم. مين اللي طول الفتره الانتقاليه؟ مش 8 شهور عدت من حياتنا، مش كنا ممكن ننجز فيها الكثير؟ يا استاذ معتز، يا سيدي الفاضل، هقول لك مثال بسيط جدا ومش هطول عليك عشان وقت البرد. لا ده انت، احنا ده انا كنت، انا بجد في شغف ان انا اسمع منك. اتفضل. ربنا يخليك. من احنا لو حضرتك قدامك ارض بور، تمام، لو حطيت فيها بذور هتطلع حاجه؟ يا استاذ معتز، احنا عايزين نبني البلد. البلد بور، البلد كل مؤسساتها اتضربت يا استاذ معتز. الشرطه اللي بيقولوا عليها دلوقتي، اللي كانوا بيقولوا احنا بعد ما اتعمل في الشرطه اللي اتعمل فيه خلاص بقى نبتدي نفوق ونقوي الجهاز ده عشان الامان بتاعنا، بتاعي وبتاع الضيف اللي عند حضرتك وبتاع اخوك وبتاع كده. احنا مش مأمنين على حد يا استاذ معتز، وكل يوم مش عارف مليونيه، وكل يوم وقفات احتجاجيه. يا راجل في ديمقراطيه، يقفلوا على راجل موظف كبير الباب ويضربوه، قبل كده يخضوا راجل ماسك مش عارف شركه ويموت تيجي له سكته قلبيه، هو ده الحريه والديمقراطيه اللي بيقول عليها يا استاذ معتز. الناس امريكا، اشمعنى الاعلام في مصر ما علاش الموضوع بتاع امريكا لما مسكوا على 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 بروكلين بريدج، لما عملوا الاحتجاج اعتقلوا 700 واحد. ايوه، نفس اليوم ما طلعناش بتوع جماعات ومنظمات حقوق الانسان يقولوا الامريكا لا ليه؟ واخد بال حضرتك؟ لكن كل يوم يوقفوا شوارع والدنيا الناس مصاريعها واقفه والبورصه بتخسر ايه فين ده؟ فين في بلد فيها 10 شهور كل يوم مظاهره وكل يوم احتجاج وكل يوم مش هنجيب منين الناس تجيب منين؟ واحده واحده. واخد بال حضرتك؟ فاحنا نظره لينا طبعا الراي والراي الاخر، دلوقتي اللي بيقول اي راي ثاني مخالف لراي المجموعه اللي موجوده المستفيده الشخصيه واخد بالها بالها ويشتموا ويتحكموا ويشتموا ويعملوا فيه كده. الحرية
يا استاذ معتز. الراي وراي الاخر. احنا بنقول ان احنا شايفين ان هذا الرجل اذا ترشح والصندوق يحكم يقول اه او لا فهو راجل كويس، وخاصه انه بما يرضي الله وغصب عن عين اي حد بالكلام وبالوثائق والحاجات دي، الراجل ده والمجلس الاعلى حاموا الثوار اللي بيقولوا على نفسهم ثوار، وحاموا الشعب المصري في التحرير. وكان لما تنزل الدبابه ويتحط عليها 100 واحد يطلع فوق الدبابه ويتكتب على الدبابه يسقط مبارك، يبقى الراجل ده كان هيضرب في الناس. واذا كان القوات المسلحه نفسها اكدت في اكثر من معنى ان هي ستسلم السلطه لسلطه مدنيه منتخبه وانها لا تريد وتطمع في الحكم، انت حضرتك من وجهه نظرك عايز تديهم ثمن الموقف الرائع، ولكنه هو الموقف الطبيعي. خلي بالك اللي اي مواقف اخرى مورست في دول اخرى لم تكن مواقف طبيعيه، الموقف اللي قام بيه الجيش المصري هو الموقف الطبيعي، انت عايز تديله مقابل الموقف. لا لا لا، مش عايزين نقول الموقف الطبيعي. بص يا استاذ معتز، لا احنا اولا عشان برضو نكون صراحة، واول مره اتكلم في 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 محطه ويسمح لي حضرتك ان انا من منذ شهور بهذه الصراحه، لو 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 الناس اللي ضربوا او في اوامر او حاجه زي كده او الكلام ده، ما حدش بيسال بقى ايه يقول لك القوات المسلحه في جميع انحاء العالم والقوات المسلحه مش عارف ايه، لا الكلام ده مش مظبوط. لما دخلوا الناس اولا كانوا مرعوبين من نزول القوات المسلحه. لما نزلت القوات المسلحه وقالت ان احنا مع المطالب المشروعه للشعب وان احنا مش هنرفع سلاحنا في الشعب، لما الدنيا ابتدت تتلم والشعب ابتدى يلتحم بالقوات المسلحه، هناك من يريد ضرب اسفين بين القوات المسلحه والشعب عشان يولع البلد حريقه. بس انا عايز يعني اتحفظ على كلمه مرعوبين، لانه لم يكن احد مرعوب مع ظهور اول اطلاله للجيش المصري في الشارع، كانت الغبطه والسرور تملا قلوب هذا الشعب. طب انا معك فيما تقول، يبقى ما كانش حد مرعوب. ايه اللي جرى بعد كده؟ اللي جرى ان الجيش بيؤدي مهمه، هو وكيل بمحدد لفتره. لا مش وكيل، اذا كان هو بيعترف ان هو وكيل، هو يعترف بقى، هو بيجامل بقى عشان يمشي الامور. بيجامل عشان يمشي الامور. بيمشي الامور ازاي يعني؟ الدنيا البلد تمشي يا استاذ معتز، البلد هتقف هنترس تمام، لكن وبعد انتهاء المجامله هيعمل ايه؟ والله احنا لما جينا نقول ما بنقولش دعم المشير رئيسا، احنا بنقول ترشيح المشير والصندوق يحكم. زي ما الناس حضرتك بتتكلم باسم تبع للبيان، نحن نعبر عن مطلب شعبي للكتله الصامته. لا انا ما قلتش كتله صامته. ده اللي عندي. لا لا انا ما قلتش كتله صامته، احنا عن الحمله الشعبيه لترشيح لدعم. ترشيح يعني الراجل يرشح نفسه، واذا رفضنا اذا اي مواطن في مصر له المقومات انه ينزل يرشح نفسه ورفضنا، يبقى ناس عنصريين، يبقى هنا في عنصريه. واخد بال حضرتك؟ ليه نعمل عنصريه؟ والله اذا ترشح والصندوق قال اه اهلا وسهلا، اذا ترشح والصندوق قال لا خلاص. دي الديمقراطيه ولا في حاجه غير كده؟ الديمقراطيه بتصل للحكم المدني، وانت من الاول معلق عليه شايف ان احنا ليه بنتمسح في حاجات غلط، انما الديمقراطيه بتقول ان الحكم يكون مدني، وان العسكر لهم وظيفه اخرى في الحياه ونحن نحترم ونقدرها ونجلها، وهي على اعلى قدر من الاهميه بيقوموا بيها للبلدنا وفي اي بلد، وهو دور مختلف تماما عن السياسه. يعني هي دي الديمقراطيه اللي انا فاهمها. اي عسكري لو طلع معاش او استقال نمنعه انه يرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهوريه؟ لما يطلع معاش ويستقيل ويكون ده تطور طبيعي للحياه ويرتقي ان هو يدخل معترك الحياه السياسيه فاهلا به. زي ما في يعني انا امبارح كان معايا دكتور محمود غزلان المتحدث الاعلامي باسم حزب بالاخوان المسلمين، وهم مرشحين في دايره من سته لواء كبير لسه طالع معاش من كام شهر على راس القايمه، ومحدش اعترض على ده لان الرجل قضى حياته العسكريه وانهاها بصوره طبيعيه وقرر ان ينخرط في الحياه المدنيه. يعني نشيل كلمه المشير حسين طنطاوي نكتب السيد حسين طنطاوي، نطلب ترشيح السيد حسين طنطاوي؟ يعني هي دي اللي تفرق يعني؟ هو احنا لا نملك ان احنا نشيل الكلمه لانه ما زال في المنصب. مش كده ولا ايه؟ ما هو يعني لكل مقام مقاله، فلما نيجي بنطلق لقب على الرجل فهو حقيقه وهو جدير بيه لانه المشير والقائد العام للقوات المسلحه. مش اكتر. وبعدين يا استاذ معتز، التهكم الزياده، واخد بال حضرتك؟ واحنا برضو ناس ريفيين نعتبر وصعايده وناس متربيين ومن احياء شعبيه،
واخد بال حضرتك، لما بيحصل تحكم على المجلس العسكري وبيحصل انفلات اخلاقي وادبي يا خروج عن الذوق العام واللياقه والكلام ده، في كده في الدنيا كده. والله في ايطاليا برلسكوني تعرض لما ما تعرض له بني ادم وهي دوله. يا بيه برلسكوني، انا في صور على النت معروضه برلسكوني، يعني حاجه تشين، واخد بال حضرتك، احنا ما شفناش، احنا مش كده، احنا مش لا احنا ايطاليا ولا احنا برلسكوني، احنا عندنا شعوب، اذا كنا في مصر مسيحيين او مسلمين فاحنا الشعب ديني طيب متمسك بالقيم، احنا عندنا حياه. جميل جميل جميل، ولكن ده اذا كان هناك قله بتؤدي ده، فالغالبيه من ينتقد المجلس العسكري القله دي هم زباين مستديمين لدى القنوات الفضائيه. يخرجوا من الاستوديو ده، يخشوا على الاستوديو ده، علولنا ناس ما انزل الله بها من سلطان. لا نقبل ان يكونوا هؤلاء هم في الامام مهما كان. ما احنا رايحين لانتخابات، وانتخابات عشان الشعب كله يقبل او يرفض بطواعيه وبصندوق الانتخاب، مش ده الاجراء؟ اقول لحضرتك حاجه، وحسرتها على الانتخابات واللي بيحصل في الانتخابات واللي حصل في التقديم والفلوس اللي بتدفع والناس اللي بتقدم لناس عشان يجوا في اواخر القوائم والناس اللي بتخطف ناس عشان يجوا قايمه، وانا متابع ومعايا طيب الناس بتتساءل يا استاذ محمود عن تمويل الحمله بتاعتكم جاي منين؟ من 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 جيوبنا، من ذات يعني من جيوبنا الشخصيه. تم رصد مبلغ قد ايه لهذه الحمله؟ لا ما اقدرش اقول لحضرتك، ده جزء من الشفافيه. امكانياتنا حسب امكانياتنا طيب. الضعيفه هنقدر اللي نقدر نعمله هنعمله. امكانياتكم الضعيفه دي هستصل لرقم كام؟ ما اعرفش، احنا بنلم من بعضينا يا استاذ معتز. ايوه احنا بنلم من بعضينا. طب معلش يعني قول لي بس عشان ما حدش يزايد وما حدش يقول، اولا احنا ما بنتمحكش في قوات مسلحه ولا في المجلس الاعلى، واللي يعمل حاجه زي كده دلوقتي في حساسيه ان المجلس الاعلى بيرفض والمجلس الاعلى قال مش هنرشح حد والكلام ده، فاحنا ممكن نسبب له احراج. ايوه فنسبب له احراج، يعني معنى انه هيزعل مننا، يعني معنى انه يستبعدنا حتى لو مش هيتكلم معانا، فاحنا لا نبتغي من هذا الموضوع الا ان مصر تمشي على الطريق الصحيح ويبقى في قائد للبلد، وتبتدي الشرطه تبتدي تشوف شغلها والمؤسسات تتبني. وهي الشرطه ايه اللي مانعها تشوف شغلها؟ اللي مانعها تشوف شغلها، اقول لحضرتك اللي مانعها تشوف شغلها بكل امانه، وانا ليا اصدقاء كتير من صحابي مش هيشوفوا شغلهم لانهم خايفين. خايفين من ايه؟ لان دلوقتي الضابط لما يجي يكلم مجرم تمام هيطلعوا يعملوا له مظاهره وشيلوه وبتاع، ورئيسه مش هيحميه، عشان كده الضباط خايفين. طيب مش خايف ان حملتك تلقى نفس مصير حمله مجدي الكردي اذا كانت الذاكره ما خانتنيش، واللي دشنها للوصول بجمال مبارك رئيسا للجمهوريه؟ هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. مع احترامي الشديد للاسم اللي حضرتك قلته. ايوه. في فرق بين الاشخاص وبين الشخصيات. ايوه تمام. ايوه المزايده اللي اتعملت عشان جمال مبارك غير اللي احنا بنقوله دلوقتي. المزايده غير اللي احنا بنعمله، واحنا لا نتشبه باحد، واحنا اكبر من ان احنا نتشبه باحد. خلي بالك انا بدون اي، هي بس المفارقه فرض نفسها عليا. في شويه تهكم، انا لا اقبل هذا. من مين؟ انت بتقول لي بقى مجدي الكردي ده كان ليه حمله؟ لا هي وهو بيعلق ايه؟ بدون اي تهكم يا استاذ محمود، ما تاخدش الموضوع، انا بتكلم بمنتهى الجديه معاك عشان افهم. مش كده يا استاذ معتز. لا انا بس المفارقه فرض نفسها، مجدي الكردي ساعتها. لا ده المشير، ده القائد العام لقوات مسلحه. على راسي يفضل قائد عام لقوات مسلحه، على راس المشير. يا استاذ معتز ابن الابله، واخد بال حضرتك، ده الابله المدرسه الابله. هات لي الصوره بالله عليك، الابله اللي هي مين؟ زمان واحنا صغيرين لما تيجي المدرسه ولا حاجه تجيب ابنها ولا بنتها معاها كنا نشيلهم ونفرح بيهم ومش عارف ايه، ده الكلام ده اتعامل مع مع جمال. ايوه. لكن احنا بنتكلم على راجل مشير وقائد لقوات مسلحه. ايوه. واخد بال حضرتك؟ ما بنتكلمش على حد اوانطه. لا ومحدش قال اوانطه، بس يبقى في موضعه. لا معلش مش في موضوعه ولا حاجه، احنا بنتكلم، احنا ناس محترمه وبنتكلم كلام محترم، والطلب اللي احنا بنطلبه محترم، اذا لم يروق لاحد فهو حر. ما احنا كده. طيب انت احنا بنتناقش. هو انا بتناقش معاك انا كمان، اصل انت جايب لي مثال، يعني ما لو كنت قريت وتابعت اللي اتكتب على الاخ اللي انت قلت اسمه ده عندك كنت تعرف. ما انا تمثل بهذا يا استاذ معتز بعد اذنك يعني. طب جميل جميل انك تخرج من هذا. فضلك. جميل انك تخرج، جميل انك تبتسم في الاخر. لا ما فيش. ده شيء جميل جدا. إذن ستصرون وستكملون هذا المشوار.
والله يعني نصر ونكمل، اذا لاقى قبول فاهلا وسهلا، اذا لم يلاقى قبول فاهلا، وهذه هي الديمقراطيه.